ورجعت لكم تاني مع فورتنايت. معلش الغيبة كانت طويلة، تعالوا بقى كده بسرعة نظبط شوية حاجات وأداء وسيطرة. هنا المفروض عندي ستيتشت كومبليت، مش عارف ايه ديلي، عندي هنا حاجة في الديلي لطيفة اهي، فيزيت بوث او دم. طيب تعالوا نشوف. طيب فتحوا طبعا جاك سبارو، طبعا الراجل العظيم بتاع بارس اوف ذا كاريبيان جوني داب، فطبعا دي حاجة عظيمة جدا. المشكلة ان انت عشان تاخد الكاركتر في كده اكستنشنز حصلت، هوريها لكم لما نخلص الدور ده ان شاء الله. خلينا بس نشوف الاول، او قال لك روح زور المكان العظيم ده، قال له مقلوب. نزلت هنا كده وكسرت. ايوه شكرا، حسيت برضه في يعني مش طبيعي. بص فلوس 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 مش عارف اخدها. نضرب اضرب اضرب in different matches. طيب دلوقتي هم الدمج دي انا عايز اقصر في العربيات واخد الموضوع ده، الموضوع ده تعبني عايز اخلصه. الويكس بقى هنا على كابتشر لوت ايلاند اور ستورم فورست تاور. ماشي ستورم فورست تاور اللي هم المكان اللي هو بيبقى فيه الشباب دول. ماشي يا سهل، اللي اوف ايلاند مش عارف ايه ببارل مود. ماشي عندنا حاجه هنا فيها بارل، ده في بارل ده هي دي تقريبا يعني. ماشي سيرش تشست سيرش تشست. هيت ديفرنت اوبوننت بالنايترو ان سنجل ماتش. رخمه دي برضه. ديفرنت اوبوننت انا ممكن اخدها اوبوننت، اصلا معناها مش بلاير. انا ممكن اروح للشباب اللي عندهم. حلوه الحركه دي، ممكن اليمينيت اوبوننت وذ ذا كومبات. اوكي في حاجات كتيره هنشوف كده. بيهبد لا ايه ده؟ حلو استنى بس بارل. حلو يبقى نضرب ده. تعالى نضرب بتاعت ده ده لو ظبطناه ناخد الشالنجاية دي. السلام انا عايز دي. حلو حصلت حصلت شفته. سلام دي كومبات. لا ماشي. طيب هم قالوا لي معلش استنوا بقى البتاع اللي قالوا عليها دي. وهنا في اليمينيت. حلو الكلام ده. ماشي لخبطة لخبطة لخبطة. نايترو فيست نايترو فيست يا الله، دي مش دي خالص على فكرة، ده انا ضايع خالص. نايترو فيست يا جماعة تلمس الايد دي وتقعد تضرب بيها الناس. بس نقعد لنا حد ده عشان نكسب وقت. بس بالسلامة صوت بالسلامة كده. انا عملت كذا حاجة. حلو كده كده يا جماعة انا مسيطر الحمد لله، مبسوط كده. ننزل بقى. هو كان قايل لي ان انا ازور منطقتين. اهدى بقى كده. انا قايل ازور منطقتين، هنا في تشستات. بس الويكلي زود شويه. ماشي محتاج ان انا ازور ده، هيظهروا فين مكانهم بروح لهم. هنا قال لي روح بقى. هنا بقى. بس دي اندس. ماشي وكولكت ليجندري. عايزين نكسر العربيه. ما كان في عربيه فوق ما كسرتهاش. ماشي انا بقيت مش مركز في موضوع العربيه ده، وهي رخمه للاسف. بتاعنا تعالوا نروح نبص. بص انا ممكن اخدها اروح بيها المشوار اللي انا عايزه وبعدين اكسر.
فين الباقي؟ فين الباقي؟ العب. انا خدت كده خلصتها؟ لا سرفايفر سيركل حاجة تانية. رخمين قوي يا جماعة. طيب فين عربيات كتير؟ حلو الكلام ده. ده في عربية حلوة قوي هنا. في حد هنا على فكرة، مش ممكن تكون متساوية لوحدها كده. الله ايه ده؟ خدت الميدالية وده ناخد. حلو الكلام. ايه ده هو فين؟ ايه ده هو ايه ده؟ انت حضرتك اللي بيقع منك الحاجات دي؟ بجد. في حد لئيم جدا. بالظبط. ما معهوش حاجة منه. حياة النفوس. باي باي يا حبيبي. رحت هي ماجنيتو باور. لا خلصت حاجتها، كان في تشالنجز وخدت ماجنيتو اوريدي خلاص. طيب تعالى بقى ايه في كومبات، في كومبات شوت جان بقى. ايوه بقى يا اخي بقى اديني كده. الموضوع ده لطيف، حلو الحركه دي. انا هنا بقى بصوا بقى يا جماعه، دي اصيع حاجه في الدنيا بقى. بص بقى ده الشغل العالي. توقف العربية على المكان بتاع تصليح خلاص، وإيه وتقعد تكسر فيها. مش تتكسر، ده أنا لسه اكتشفها دلوقتي. حلوة جدا الحركة دي. خدنا إيه بقى إحنا؟ دي جامدة جدا. روح فهمتوا يا جماعة؟ خدنا خلصنا خلاص حاجة البنت العظيمة. عندها إيه دلوقتي هي بقى؟ ريد كار بورتس تو إيه؟ ماشي انت عايز اروح انا يعني. ماشي العلامة موجودة، يلا بينا يا شباب. حلو الاتنين جنب بعض. هنروح العب. اطلع لفوق. حلو الكلام. ما شاء الله ممتازة ممتازة. اوت لاست بلايرز وايل هولدنج الميدالين. في حاجة ليها علاقة بالمليون فعلا. أنا فاكر القصة دي. العب بقى العب بقى العب بقى. أيوة بقى يا أخي بقى اختصر. انزل كده. شكرا. اطلع فوق. جينا ما شاء الله. دوست على زرار غلط، مش مشكلة. قلبي ست العربية. العب. قال لك بقى تريد على الراجل المحترم. فين الراجل المحترم بقى ده اللي قالوا عليه؟ ايه اللي حصل؟ انا متلاقيش نفسي. فين الراجل؟ لك تريد تريد كار بورتس. ماشي في يعني حاجة زي كده. ماشي هنا. ايه ده بقى عايز ايه بقى انت؟ عملنا احنا ايه دلوقتي؟ ظبطت انت مبسوط كده؟ السلام عليكم. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ عامل ايه؟ ماشي شكرا والله كتر خيرك. بقى عايزين حاجة بالبتاع دي بقى. ديليفر الباندورا. ماشي احنا عايزين حاجة بال ريز ذا فلاج ان ذا فلوتنج ايلاند.
اه في بتاع اهي كمان. اوه حلو الكلام ده، يلا بينا الاتنين جنب بعض يا جماعة. تعال اقول لك احتل البتاع دي انا فاكر. لا 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 ماشي عربية كويسة. اه بس انا هنتها يعني. ماشي روح. اما بس محدش يرخم عليا، محدش يرخم عليا يقتلني وانا وانا في حالي يا جماعة. انا ركزت في التشالنجز دلوقتي، انا في حالي بعد اذنكم محدش يرخم عليا. فين عند ليفرت؟ فين عند ليفرت؟ فين عند حضرتك ولا فين حضرتك؟ فوق ولا تحت ولا فين؟ هترخم استاذ؟ السلام عليكم. فين الاستاذ؟ اه اهو انت. فين حضرتك؟ تجري يا عم انزل. فينه؟ ايوه يا فندم يا فندم، عندك طرد. يلا خلصنا. قال لك كومبليت بقى بايرت كود 3 كده، خلصنا الست خالص. طب احنا كتر خير تاني. ويكلي بقى قال لك كابتشر العظيم ده. ماشي اوكي اهي بقى الشياكة بقى. الشياكة اسمها الشياكة الشياكة. يلا روح استنى صلحها بس ممكن تبقى فرقعة. خلاص شكرا. هاي تعالى بقى نروح للشباب. الشباب موجودة؟ اه موجودين. تعالى ايه ده، ايه اللي حصل؟ ليه 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 يا استاذ؟ حلو الكلام، خلصنا الميشن بتاعتها. ماشي عن كابتشر عشان نبقى خدناها. بس يا جماعة أنا مبسوط بيكم لأن إحنا عملنا أتشيفمنت رائع في الدور ده ما شاء الله. أهي خلصنا كده شكرا. في حاجة في الأيلاند كان عايز نعملها في الأيلاند، حد فاكر؟ بس الأول ألم كده هي واحدة، مش لازم بقى لأن إحنا كده كده معانا. حلو الكلام ده. كان في حاجة في الأيلاند والله. سيرش تشيستس ماشي. اوت لاست بلاير بايل هولدنج. انا هولدنج صح؟ اهي اوعى تموت بقى، بلاش عتا. حبيبي يا ابني حبيبي يا ابني كده انا خلصت. ده مع الفيست، مع الفيست اللي انا عايزها يا جماعه. يبقى لازم الاستاذ ده يموت. حياة النفوس، تعالى بقى. فين هي؟ اهرب اهرب يا مليكي. المشكلة بقى لك ان انت تضرب ثلاثة مختلفين بالبتاع دي.
تعالى لي بقى، هي من فين؟ ماشي. لا يا خساره، مش مشكله مش مشكله يا جماعه، انا مبسوط جدا جدا من الدور ده عشان اكون صريح معاكم، يعني اتمنى اكون كمان اتبسطتوا، لان انا مبسوط وعملنا فيه انجاز. بصوا كتير ازاي، بصوا عارفين ان هي 20 نجمه يعني 4 ليفلز طلعناهم ما شاء الله، فدي تفتح لي كمان فيبوكس. بصوا هنا بقى خدنا دي، نكمل بقى دول دي الجزء بتاع الايه بتاع البايرتس اوف ذا كاريبيان زي ما انتم شايفين، كل ما بتخلص ليفل بتطلع فوق، اللي تحت ده لازم تعمل ابجريد ب 1000 في وكس. بيني وبينكو انا ما حسيتوش، مش مستاهل. في انيميشنز لطيفه، في شويه كده حركات حلوه، في الكاركتر الجمجمه دوت، بس مش مهم عندي خالص، مهم عندي خالص. انا بصراحه اللي مهم عندي اكتر الليفلز، عايز اعلى بالليفلز. يعني بص، في انا 4 دول اللي يهموني جدا، انا عايز اخد الـ4 ليفلز، لان عايزين نظبط الباتل باس، عايزين ناخد في بوكسات اللي باقيه. مش كده بس، تخيل دلوقتي هيفتح لي واحد بوكس ان شاء الله اهو، شفت ب 100. طيب تعال نشوف بقى احنا باقي لنا كام واحده. عند ليفل 78 في واحده، وبعدين 90 و94، ثلاثة يعني احنا قربنا، بس المشكلة ان السيزون ده هيخلص 16 8 ان شاء الله، قرب للأسف. بعد كده بقى لما تاخد دول المفروض ان انت تخش هنا بقى تلاقي هنا 1 2 3 4 5، والحركة دي انا ما بحبهاش خالص، لان هم كده خلونا ناخد 1000 بس، وهنا 500، دول صعبين قوي عشان تاخدهم اصلا. انك لازم تاخد كل اللي قبليه، لازم تفتح مثلا هنا، مثلا انت محتاج تعمل 4 ليفلز، 4 ليفلز دي 10 15 و35 30 اكشلي 30 و35، يعني 7 ليفل. لا كنت متخيل. افتح بقى الصفحه اللي بعديها، لازم تفتح ده، ده 4 ليفل لوحده. طبعا انت فوق ال 100 اوريدي، هنا هتبقى فوق ليفل 100، الليفل صعب جدا عشان تاخد بقى دول كمان، الموضوع رخم جدا. الحركه مش عجباني بصراحه، مش بوصف معاكم برضه، ايه رايكم في الكومنتات؟ انا ما عجبتنيش بصراحه، يعني بقى من الصعب انك تاخد 1500. يعني الاول 1500 بيحطهم لكم في الاول، في الليله الاولانيه اللي احنا كنا شايفينها. اوه، حطوا ديد بول والفرين، حلوه الحركه دي قوي 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 قوي. ماشي، ايه بقى ده؟ عاملين له ايه؟ ده عاملين ال اوه حلو، ده تلعب بيه هو شخصيا كده. حلو جدا جدا جدا، ممتاز. طبعا فين؟ اللي شاف الفيلم بقى يتبسط، وهو ده الكاركتر برضو حلو قوي. طبعا المركب او الهيوم او الجرين برضو حلو قوي، ده ديدبول طبعا، في كل حاجه بقى ديدبول حاجته كلها حلوه برضو قوي 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 دي بقى بصراحه. ودي ودي 3600 يا جماعه، 3600 في بوكس، ممكن تاخد حاجته كلها ب 2000. ماشي، مش كتير برضه، وده ب 2000، فلو خدته معاه تاخد 3600، وفرت يعني. هم عايزين يقولوا كل وقت، بس اي كلام طبعا. ماشي يا شباب، كده احنا، انا شايف ان احنا انجزنا جامد جدا ما شاء الله، هنا ماشيين كويس، عايزين نخلصهم نفتح اللي بعديهم. الديلي عملناهم كلهم. هنا ناقص لنا حبه كتار، نركز عليهم شويه. هنا عايزين نظبط الدنيا. هنا الويكلي مش ناقص لي دول، نخلصهم. هنا عملنا دي كمان، وهنا عملنا حاجات كتيره. لا لا احنا ماشيين كويس ان شاء الله. اتمنى اكون اتبسطتوا يا جماعه، وتعالوا بقى نشوف ان شاء الله في الفيديو الجاي ايه اللي هيحصل. يلا بينا، باي.